أوروبا تتحدى الطبيعة، والأوروبيون يصنعون بأيديهم أول جزيرة اصطناعية للطاقة في العالم. عام 2026 ليس ببعيد، وسيشهد ولادة جزيرة لم تخلق من الطبيعة بل يصنعها البشر، لتكون خزاناً طاقوياً لأوروبا يغنيها عن روسيا وغازها ومواردها. إليكم قصة جزيرة الأميرة إليزابيث، أول جزيرة اصطناعية تحول بحر الشمال إلى أكبر مولد طاقة خضراء بالعالم اليوم. مشروع أوروبي يتحدى الطبيعة. هنا في بحر الشمال الواقع في شمال أوروبا، متوسطاً بين النرويج والدنمارك والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وبلجيكا، هنا يصنع الأوروبيون الحل الأمثل في رأيهم لأزمة الكهرباء والطاقة بالعالم، عبر بناء أول جزيرة اصطناعية لتوليد الطاقة الخضراء. بتعاون هولندي بلجيكي، ستتحول جزيرة الأميرة إليزابيث إلى خزان ضخم للكهرباء الفائضة من البلدان المجاورة. ولم يعد هذا المشروع حلماً، بل بدأت ملامحه تكتمل على أرض الواقع، حيث انتهت الشركات القائمة على المشروع من إنجاز الوحدات الغاطسة الأساسية للجزيرة، أو ما تسمى قيسونات الجزيرة. فمن هنا ستقضي دول القارة الأوروبية على مخاوفها على أمن الطاقة، ومن هنا ستعلن بداية أول المشاريع المتفردة في مجال الطاقة النظيفة، ليصل الأوروبيون شيئاً فشيئاً إلى موارد ضخمة مستقلة تغنيهم كلياً عن روسيا وغازها ومواردها. فكيف تعمل هذه الجزيرة؟ تعتمد الجزيرة على امتلاك بنية تحتية مؤسسة على الجهد العالي، وذلك كونها ستجمع بين الكهرباء المباشرة أو المستمرة وبين التيار المتردد، حيث سيتم الربط بينها وبين مزارع الرياح في البلدان والمناطق المحيطة عبر خطوط الكهرباء، لتكون كما أسلفنا خزاناً ضخماً للكهرباء. كما سيتم نقل الكهرباء من مشغل نظام إيليا ترانسميشن في بلجيكا وألمانيا. أما عملية بناء أساسات الجزيرة فستتم بتعاون بين DAMA وجان دونول. دعم الجزيرة الاقتصادي سيكون من صندوق تابع للاتحاد الأوروبي، الذي ينسق مع بلجيكا لرفض ميزانية المشروع البالغة 100 مليون يورو تقريباً. ورداً على المخاوف من مضار أعمال الجزيرة على البيئة والطبيعة، فقد تعهدت الدول الداعمة للمشروع على رأسها الاتحاد الأوروبي باتخاذ كل التدابير والخطوات اللازمة للحفاظ على الطبيعة، خاصة الحياة البحرية في المكان، وذلك بالاستعانة بخبراء مسؤولين عن النظام البيولوجي. خطوات المشروع: لم يعد مشروع الجزيرة حبيس الأوراق والمخططات، بل بدأ تنفيذه فعلياً، إذ أنجزت الشركات التي تتخذ من مدينة فليسينغان الهولندية مقراً لها أول قيسونة من أصل 23 وحدة غاطسة مقاومة للماء. تعتزم الشركات نشرها على أرجاء جزيرة الأميرة إليزابيث، وبحسب خطط المشروع فإن هذه القلنسوة التي بدأ العمل عليها في سبتمبر 2023 سيتم غمرها في مياه بحر الشمال مع حلول الصيف المقبل، لتتم بذلك أول خطوة تنفيذية في أساسات الجزيرة. وبالتوازي مع بناء الوحدات الغاطسة المقاومة للماء، يؤسس لطريقة نقلها وتثبيتها بحرياً، الخطوة التي ستثبت قدرات الشركات البلجيكية المشاركة في المشروع وخبرتها في دمج التقنيات المبتكرة بالتصميم صديق البيئة والطبيعة. ومع تثبيت أول وحدة غاطسة ستظهر ملامح الجزيرة التي ستكون أول جزيرة طاقة اصطناعية في العالم، إذ يعمل في موقع المشروع 300 موظف، وتستخدم الشركات المطورة كتلاً خرسانية تزن 22 ألف طن في عمليات البناء، بطول 57 متراً وعرض 30 متراً وارتفاع 30 متراً. وفور إنجاز الوحدات 23 ستبدأ المرحلة الثانية من بناء الجزيرة، وهي ببناء جدار الجزيرة عبر تثبيت الوحدات الغاطسة المقاومة للمياه بشكل دائري،
ثم يتم نقل الرمال اللازمة من الشواطئ الهولندية لإتمام تصميم الجزيرة، لتتشكل بعد ذلك جزيرة الأميرة إليزابيث الممتدة على مساحة 2.3 مليون متر مربع. بحسب الخطط الموضوعة فإن المشروع سيستغرق 3 سنوات على حد أقصى، أي أنه بحلول 2026 سيشهد العالم أول جزيرة طاقة من صنع البشر بالعالم، وهي مرحلة البناء فقط التي ستبدأ بعدها مرحلة تركيب المعدات الكهربائية وتثبيت خطوط الربط وغيرها قبل طرح عقود الاستثمار في الموقع، الذي وصفته جان دينال وهي الرئيسة التنفيذية لمجموعة جان دينال قائلة: ستشكل جزيرة الأميرة إليزابيث الاصطناعية قفزة باتجاه مستقبل أكثر استدامة. أهمية جزيرة الأميرة إليزابيث. لهذه الجزيرة التي تعد التجربة الأولى للبشرية في هذا المجال أهمية كبيرة ومنفعة مزدوجة، فعدا عن أنها ستنسق مبادلة إمدادات الكهرباء بين الدول وبعضها، هي أيضا ستوفر كميات هائلة من الإمدادات الخضراء لبلجيكيا، خاصة بعد ربطها بمزارع الرياح البحرية الحديثة شمال بحر الشمال. هذه الأهمية الكبيرة تنتظرها بروكسل خاصة بفارغ الصبر لما ستحققه من إنجازات ضمن خطط انتقال الطاقة لدى الدول الأوروبية، خاصة فتحها المجال أمام مشروعات رياح بحرية جديدة. بدورها قالت كاثرين فاندنبور الرئيسة التنفيذية لشركة آليا ترانزميشن: جزيرة الأميرة إليزابيث ستتحول تدريجيا إلى أول مركز للطاقة في منطقة بحر الشمال، يربط بين مزارع رياح الدول المحيطة ويخزن إنتاجها من الطاقة المتجددة. المرتكز الذي سيرفض الصناعات البلجيكية ومنازل بلجيكيا بكهرباء رخيصة التكلفة مستدامة، لتكون بحسب قول رئيس وزراء بلجيكيا أقوى داعم لاستقلال البلاد طاقويا. بعيداً عن جزيرة الأميرة إليزابيث الاصطناعية، فإن بحر الشمال مؤخراً بشكل عام بات يتحول تدريجياً إلى أكبر محطة كهرباء في العالم، بعد أن كان لسنوات من أبرز مواقع صناعة النفط والغاز البحرية، حيث تسعى 9 دول أوروبية لإنشاء مشاريع ضخمة تهدف في النهاية إلى كهرباء القارة، وفق ما اتفق عليه في قمة بحر الشمال أكبر تجمع سياسي لبحث شؤون الطاقة في أوروبا. أما الدول 9 فهي بلجيكيا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة. فهل ستستطيع أوروبا التغلب على كل العقبات والانتصار على الطبيعة بإنجاز أول جزيرة اصطناعية للطاقة في العالم؟ والسؤال الأهم، هل ستحل هذه الجزيرة أزمة الطاقة العالمية وتغني دول الاتحاد الأوروبي عن عدوته الحالية روسيا وغازها ومواردها؟ أسئلة ننتظر أن نرى إجابتها على الواقع في عام 2026.